اقول حق الدوري مسافة السكة واجيك ما راح انا اتاخر عليك غتاوي يقول فتح وغمض يا غلاي ساوي من قبل اولك اه جول 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 من المركز الثامن الى المركز الثاني ما انطق الا فوق اللي كانوا يقولون الغاتسية بيطيح اليوم انت تحتي وراح تتم طول عمرك تحتي انت فزيت شوي طقيتك على راسك ترى العربي يعني نزل بس يصعد اه الغاتسية نزل نزل وراح ينزل باذن الله سعيد موجود سعيد موجود آه. وسمين مفايز علي ولا مرة خلي يستانس بس انتوا قلتوا لي حديقتنا احنا قربناها هناك مقبرة ما قربناها حديقة يبقى العربي القاعد الاصغر القاعد الاكبر هو نادي الغاتسية تعال المنصوري يجيب الكاس راونا اياه مسجل غاتسية بعدين سولف انت ترى كله فايز مباراة دوري لا تستانس آه. اربط حزامك انت وياه اربطه اربطه ليش؟ اربطه شي وصل الغاتسية خلاص كان بيطيح لان تحت الملاحظة طلع من الملاحظة بياخذ دوري غتساوي ثاني مرة اطلع وياك قلت لك اياها على الماشي على الماشي قلت لك اياها مو هذا العربي؟ اوه العربي العربي وين العربي؟ ما ادري وين العربي وين؟ انت قول لي وين العربي؟ شفت العربي اليوم؟ لا ما ادري العربي بدون الصولة ما يسوى بتكلم صوتك قول لي عشان يفهمون قول لي رقم واحد مبروك الفوز الغاتسية صوتي كذي؟ اي كذي والله غصبا علي لا انا ما ترى مالك الكرة اي نهائي انت جاي كذي؟ اي ليه؟ ندور الشفتات انا قد ساوي دمي اصفر وحش وحش والله انك وحش تدري ليش مو زعلان؟ ليش؟ عشان انا مبهدلهم شوف الفرحه شوف شوف حلفتك بالله هذا فريق فايز عليه حلفتك بالله اوه شوف 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 ركز ركز وين ركز شوي شوي بدي اقول لك شيء اتحداكم تكونون اخر الموسم بالمركز هذا والمصعب اتحداكم بالمركز هذا اذا الغاتسية يلعب احنا بالملعب الله اكبر والله غاتسية تمام احرقوهم حرق غاتسية تمام الكفر غاتسية تمام روح تاوي حبيبي للنخاع جاي على ملعبي حلو وعلى ارضي ممتاز وتفوز ممتاز انت حبيبي ما تدري من انا قول لهم انا ولا مره طفت درجه ثانيه انت الحين اي مولد قول اي مولد اي مولد خذيت اي مولد 2008 انت من 2001 مو اخذ دوري مني خذيته بايام كورونا اوكي 2002 احنا اخر مره خذيت دوري كم دوري كان عندك 6 وانا عندي 16 2021 خذيته متعادل وياك 20 سنه يلا وصلت لي كل ما نحضر مباراه العربي نخسر ولما الغاتسية فازوا 1-0 انا كنت مسافر اوكي والحين بس فتينا العوده خلاص اخيرا قتساوي كنك والله بينك مو قتساوي بس اليوم قصير عشان طلبتي انت مع طلبتك؟ اي نعم صدق والله؟ اي والله صرت فيجو مدرسه عبد العزيز حسين شيخ السكنيه جاي يعني اليوم مع طلبتي زين الطلبه اليوم تشوفهم قتساويه بروح الجامعه اوه انت شو تشجع؟ لا تشوف الجول الاول شلون بكى دايم بنحضر حتى لو نخسر حبك قتساوي عاد فينا زين دوري زين كلهم زين على زين في هدية من زين واللي هي بلاي ستيشن 5 السلام عليكم اسمي عمر خالد النامي توقعي القدسية راح يفوزون 2-1 توقعاتي فازوا 2-1 طق لك مقابلة وياي خذ سونيتك ورجع البيت ايش رايك